دلوقتي تعالوا نشوف اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده. منها انطلاق مبادره تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجيه، ومنها ايضا فتح باب الترشح لرئاسه 4 جامعات حكوميه. كمان النهارده لعشاق الساحره المستديره مانشستر يونايتد ونيوكاسل هيلعبوا مع بعض في نهائي كاس رابطه الانديه الانجليزيه المحترفه كابيتال 1. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات مبادرة تكافؤ لدعم الطلاب المتفوقين بتسليم منح التعليم الفني والتكنولوجي الشاملة 200 طالب من الملتحقين بالجامعات التكنولوجية الجديدة. النهاردة هيبدأ المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية، هم جامعة جنوب الوادي وجامعة مدينة السادات وجامعة السويس، بالإضافة لإعادة فتح باب التقدم لجامعة كفر الشيخ، وهيستمر فتح باب التقدم لحد يوم 4 مارس. لعشاق الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، منها مباراة بيراميدز مع إسكو كارا التوجولي الساعة 6، والساعة 9 مساء هيلتقي فيوتشر مع الجيش الملكي المغربي. لعشاق الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة كابيتال 1، واللي هتجمع ما بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل الساعة 6:30 بالليل.